great pleasure for me to welcome you here to this annual gathering of the alumni of the democracy schools. It's a meeting we have been looking forward to and a meeting we have great expectations for. Democracy Schools is a flagship project of our institute, along with several partners, wherein we have groups of students who undergo an intensive course of political education. And the objective of the program is to add to Egypt's pool of young Democrats to hopefully help with Egypt's transition to democracy. Today we have a gathering of the alumni from the previous 2 years as courses. So we have 120 alumni, and the objective of the day is just to get them from the various governorates, make them aware of the fact that this is a national project and that they have counterparts all over the country, and to hopefully get them to network and work together for national projects. الشعب المصري الآن بدأ ممارسة ديمقراطية لكن يحتاج إلى المزيد من الأدوات والمهارات والخبرات والتعلم حتى تتحول الديمقراطية ليست فقط أن تكون طفرة ولكن أن تصبح أسلوب حياة. We communicated with alumni. We have ongoing communication, and we found that many of them actually are participating in a lot of community services. Some of them established in NGOs. A lot of them started the political awareness programs at schools, at syndicates. And many of them actually are thinking of nominating themselves for local council elections, the upcoming ones. أول حاجة اتعلمت في مهارات القيادة. أنا الحمد لله ما كنتش أعرف أو اكتشفتش من نفسي إن أنا عندي مهارات للقيادة غير بعد ما درست الديمقراطية. إن كان عندي كان مثلا كنت مسؤولة عن فريق معين فكان دايما الدكاترة بيتنموا فيها الحتة دي. لا أنت عندك حتة يعني قيادة. طب ابدأي امسكي فريق. طب نظمي حاجة. أنا بعد ما خلصت الكورس بتاع البي أي دي أو المدرسة بدأت دلوقتي إن أنا أشتغل في حاجة لها طابع المجتمع المدني. فبدأت إن أنا أمسك فريق أو أبقى مشرفة وحدة كاملة تعمل توعية في المركز اللي أنا شغالة فيه، تعمل توعية للستات بتوع حمل طرق أبواب، تعمل توعية للأطفال في المدارس، وأنا كنت أنا المسؤولة عن الفريق ده بكل حاجة مع التنسيق مع الفريق كاملة. كمان مسكت برنامج كامل عن المحليات، إزاي أنا أحل الستات أو أعمل قيادات محلية، يعني عاملة ماسكين برنامج إن شاء الله هنبدأ نشتغل فيه إن تأهيل المرأة للمحليات، وإن إزاي يعرفوا حقوقهم إيه وإزاي يبدأوا يترشحوا وأنمي عندهم كمان تحفيزا إن هم يترشحوا للمحليات، ونوية كمان إن شاء الله لما انتخابات المحلية تبدأ إن أنا أرشح كمان في المحلات بإذن الله. أربع كلمات ممكن تساعدنا على تصور المستقبل. واحد، التعليم اللي حضراتكم بتعملوه ده. ما هو you cannot have democracy without democrats من الآخر كده. فأنت عايز أولاً التعليم، التعليم إنه يكون في entrepreneurs، democratic entrepreneurs، رواد ديمقراطيين. يفهم الناس يا إخواننا ده كذا كذا، مش لازم تستخدم كلمة ديمقراطية عشان تلاقي الشعب المصري الشقيق ممكن إيه يحسك جاي من بلاد الفرنجة. أكيد فهمه حقوقك، واجباتك، الكلام يعني لازم إيه. أول ما نزل المدرسة الديمقراطية وشفت الإعلان بتاعها حسيت إن هو مزايا كويسة أو شفت إن في حاجة ممكن تفيدني أو تديني بخبرات معينة أو تزود مهاراتي، وحسيت ده أول ما رحت وشاركت في الموضوع وحضرت السيشنز اللي كانت موجودة. لقيت في تنوع كويس جدا، لقيت في دكاترة عندهم جزء عالي كبير جدا من الخبرة في المجال. الاستفادة الكبيرة كانت مثلا في سيشنز الديمقراطية مع الدكتورة ياسمين زين عابدين، كانت تغيير مفهوم كامل على الديمقراطية، تعريف جديدة ومصطلحة جديدة على الديمقراطية.